مع بدء انتشار فيروس كورونا في العديد من الدول العربية من بينها طبعاً لبنان، بادرت مجموعة من الشبان المتخصصين إلى إنشاء خلية أزمة. هذه الخلية هدفها الحد من انتشار فيروس كورونا ومساعدة المتضررين منه. خلية الأزمة هذه التي بدأت بستين متطوع وأصبحت تضم اليوم العشرات، تنقسم إلى مجموعة خلايا مثل الأمن الوقائي المتخصص بتوعية الناس من التجمعات، والأمن الغذائي وهدفه مراقبة المحلات ومدهم بإرشادات السلامة والوقاية، والأمن الاجتماعي وهدفه تأمين مواد غذائية للعائلات التي تركت أشغالها، يضاف إليها الإرشاد والتواصل ومواكبة المحجورين، وأخيرا تم تأسيس طاقم صحي وتمريضي للمساعدة في حال تفاقم الأمر والوضع. طبعا إذن تنضم إلينا من بيروت الناشطة الاجتماعية والحقوقية سيدة ميرنا قميحة. سيدة ميرنا، أهلا وسهلا بك معنا على سكاي نيوز عربية. حدثينا أكثر عن خلية الأزمة، يعني الاسم يبدو أنه يعني يدعو للتفاؤل بأن هناك جهود يعني شبابية أو جهود مجتمعية لدعم أو إسناد السلطات والحكومة في هذه المعركة. ما الذي تقومون به تحديدا؟ مساء الخير ويعطيكم ألف عافية. أولاً أنا من ضيعة اسمك فرسير بقضاء النبطية، ضيعة يمكن كان في غياب لها عن السلطة المحلية اللي مش موجودة. فأول ما بلشت الأزمة وعرفنا فيها بعشرين شباط أول دخول حالي على لبنان، فبدرنا دغري بخطة طارئة أنا وشاب مسؤول هو بالعلاقات العامة وناشط اجتماعي، وقررنا نحط مبادئ أو خطوات لحتى نعمل إدارة للأزمة، فأطلقنا باسم خلية الأزمة. وكان تقريباً أول شيء عدد المتطوعين اللي عم نحط الخطة خمس أشخاص، منهم أخصائيين، مني أطباء وممرضين، لأنه نحن بنعرف أنه كورونا هي أزمة صحية، فأطلقنا باسم خلية أساسية خلية صحية، وانضوينا تحت جمعية بتجمع كل أهالي الضيعة اللي هي اسمها الرابطة الخيرية لشباب كفرسير، وأنشأنا غرفة طوارئ وأنشأنا غرف لمعالجة المرضى، ومثل ما ذكرتي حضرتك كمان عملنا خطط من أمن وقائي وأمن غذائي وأمن صحي. طيب. وعملنا استقطاب للمتطوعين ضمن الاختصاصات اللي نحن كنا عم نطلبها لحتى نكون جاهزين على الأرض لمكافحة هيدا الفيروس. كيف يتم الجانب التوعوي؟ لأنه فهمت أنه من ضمن النشاط الذي تقومون به هو نشاط توعوي، هو حديث سواء كان مع المواطنين أو مع مقدمين الوجبات الغذائية أو الخدمة أو الخدمات الأخرى لكيفية اتباع إرشادات السلامة. كيف تقومون بهذا الأمر؟ يعني كيف أيضا تتنقلون في ظل حظر التجول؟ ما هي أهم التحديات التي تقابلكم في هذا النشاط التوعوي؟ صح، نحن قبل ما ننزل على الأرض طبعاً نحن حماية نفسنا أولاً وحماية الآخرين. كنا نعمل للمجموعة المتطوعين كونه نحن ضمن اختصاصنا، فكنا نعمل لهم مجموعة أشخاص، كنا نعمل لهم توعية أنه كيفية إجراء الوقاية، إجراءات الوقاية والسلامة، ونقول لهم كيف بدهم ينزلوا على الأرض ويتصرفوا مع الناس ويعطون إرشادات التوعية. وكنا أهم شيء نشدد على إجراءات الوقاية من لبس الكمامة ولبس الكفوف وتعقيم الإيدين، والإجراءات اللي دايماً نحن عم نسمعها بكل دول العالم يعني، واللي بتنص عليها منظمة الصحة العالمية. فأنا ما بخفى عليك إيه في صعوبات وفي عقبات، لأنه فجأة هيدا الفيروس دخل علينا ودغري ألزمنا العالم بالحجر المنزلي، وكان في صعوبة لقلنا لحتى نردع الناس إنه تقعد ببيوتها وتلتزم ببيوتها. طيب، هل هناك تجاوب معكم في الشق التوعوي؟ هل يعني صح تلمسون تجاوب؟ صح، أنا بتشكر إنه الناس كان عندها ثقة فينا، يعني طبعاً حضرتك بتعرفي لما الناس يكون عم توثق بهيدي الخلية فعم بتنفذ كل القرارات وكل الإجراءات اللي بتاخدها الخلية، فالناس وثقت فينا وشافتنا إنه شباب نازلين على الأرض عم نضحي بوقتنا وبحياتنا لحتى نحن نكون عم نستندهم وعم ندعمهم إن كان نفسياً أو صحياً أو اجتماعياً.
وشافتنا انه نحن بارض المعركه، يعني نحن هيدي بنعتبرها معركه لحتى نكون عم نواجه هيدا الفيروس بتأكيد. ونوصل لبر طيب. الامان كلنا سوا. فانا ما بخفي عليكي صح كان باول البدايه في صعوبات، بعدين العالم استجابت لنشرات التوعية وحست انه لا هي بدائرة الخطر ولازم تنفذ الإجراءات اللي عم تعطيها خلية الأزمة. طيب في الشق الذي فيه تقومون بتأسيس طاقم صحي وتمريضي، حدثينا أكثر عن هذه النقطة لأنه هذا شأن يعني دقيق وهام أن يكون هناك اتباع لكل الإجراءات والتعليمات الخاصة بالتعامل مع المرضى مرضى كورونا. نحن في عنا مجموعة أطباء تطوعوا كمان ضمن الخلية ومجموعة ممرضين وحتى مسعفين داخل الخلية. عنا نحن مركز صحي بقلب الضيعة تحت عنوان الرابطة الخيرية لشباب كفرسير. فنحن من بداية الأزمة يعني نحن ما نشكر كمان الأيادي البيضاء الخيرة اللي كانت عم تدعمنا كمان مادياً، جهزنا غرف من معدات طبية ووقائية والأشياء الأساسية اللي منقدر نحن نسيطر على هيدا الفيروس، إنه إذا الشخص حامل الفيروس وعوارضه يعني بسيطة جداً، يعني حتى أمننا معدات الوقاية والحماية للأطباء من اللباس الكامل بكل الإجراءات اللي منخدها للسلامة العامة. فعملنا خمس غرف جهزناهم طبيا مع أكسجين مع أدوات الطبية اللازمة، وكنا ضمن نحن الإطار الصحي إنه في أطباء مختصين وممرضين ومسعفين بيشتغلوا بضمن عمل مكافحة فيروس كورونا، يعني عندهم الخبرة الكافية لمعالجة الأشخاص بحال إذا كان إصابة الشخص بحالة كورونا وعليه عوارض خفيفة أو متوسطة وليس حادة، يعني بحاجة لدخول العناية الفائقة بأحد المستشفيات. نعم. فهيدي مبادرة والحمد لله نحن لحدت لحد الآن يعني نعم. ما عندنا ولا أي إصابة. طبعا نتمنى لكم السلامة ونتمنى لكم التوفيق في هذه المهمة وهذا النشاط الخيري والاجتماعي الهام، ونشكركم بالطبع بدورنا على هذا الدور. من بيروت الناشطة الاجتماعية والحقوقية السيدة ميرنا قماحة.